بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب اللابن يا آيات أفرتني يستقالات وصورة الإسراء كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوضط ورمي نمانك مشركين تهي قرآن كمركي دقي سنة أيان إنه يسعود دقي سنة يندر الله وهو حوي هدنه وحوي إلهي وحوه سبحانه وتعالى وأن أفضلنا يوحي دقي سنة أيان قرآن كمركي يكون دقي سنة أيان نبي محمد وقرد هذا يا مركي شعور أيان وهو حوي أي ظالمين سليهين أيها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أيها حقير أيها مرها عيسين إلا من الله سحرين وإيه الله رسول كيسا وحاوقنا يسيري سيدك محمد كهو سيدي قوية لن ميسالي له ومر كاسي مصحور أي كاغن ديان مر من الله سحرين مر أي كاين كاغن ديان مر أي سائر كاغن ديان وإلو مهن بود إلهي على الكاس إليهين هنون كأيها اللومين من أعوذ أيان لريض أي كهنونان وده إلهي سبحانه وتعالى أذن إلهي وحونه وغورهما يا بعث لسيه وانكر أيان وأدوية ذا مركة أي بنتان إنا نقياما لسوب حينين أي رميسيهين وولو أي بيدينهين أي إلهي وغورهما يا قال وذور سبحانه وتعالى وقالوا حي لهذين منكرين للبعث وهي أيغو بعث لإنكر أيو ديد أي وياما إلا يسوب حين أيغو ديد أي وقالوا حي لهذين أول إلهي أئذا وفي قلنا عن أهانو إذا من لفآنو أهانو إيا ورفاتا بربر آنو أهانو فإننا أنه لمبعوثونك ولا صوبحنا يميانها خلقا أبور جديدا وحسب ساس ميانها مركي ساس ليهين وينكر أيان واستفهام كيدا استفهام الإنكار بمعنى نفي وي وحوي إنكرب ومركي سأي جيدا أيان وي ويأنسنا أيان جيدا أيان إنك يا ملا صوبحنا أيان مركي سؤال وحور سبحانه وتعالى وحي إلهدين أئذا وصي كنا عانو أهانو عداما لفؤية ورفاتا بربر ودوك كاسو هوية عانو كبابا أنو أئنا عانو لمبعوثون هو اللي صادحنا يميان هاي خلقا أبور جديدا وحصو وعملوه قلوا حاوتي رهود إلهي سلاة دين هالين كونوا هذا حجارة لكحان هذا أو أنبس حديدا برأ هذا أو أنبس خلقا خلق هذا أو مما فيه كمذا يكبروا كوين في صدوركم لا تكين كوين واحد دون فينا هذا فلا بد من إيجاد الروح فيكم وحالك مارمانا إن روح ليدين جليو أو ليدين كسو عليو ألا أولور مركي سيدا إلى هذين قل وحا أترى سيدك محمد كهو كونوا أهذا حجارا سنكحان أهذا هو أن بس حديدا به نقضة هو أن بس خلقا خلق نقضة خلق جاسو مما فيه يكبر كوين في صدوركم لكن يعلم عن قبول الحياة ويفضل عن العظام والرفاد وهي شيء كوين إن رلعو أقبل إسكده لفق يمارة يا بربرة وحا تدهد دونتين هذا إن تاسوي لابد وحا إن هو إليه في سوء إليه أدنى إلهي يقول سوء أسمر كاد لهذا وسيقولون وحيكو قول الدوانان والإلهي من كذا يعيدنا من سوء إلينا يو يا مكة نسوء علينا ونرون وسوء علينا قلوا حاوتنا ذا الذي عليه بائد سوء علينا فضركم إذن أبوري أول مرة مهرتي أغري قلوا حاوتنا عود إلهي الذي معبوس فيها إذن سوء علينا فضركم إذن أبوري أول مرة مهرتي أغري ولم تكونوا شيئا وحبا إذن كون هين معايا لأن الغادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أهوان وي معايا لأن الله أول بلوغة وذو أول إليها تعلمت بل حتى عقل مرس الله فيها تاسع سهلا أتبه إلهي سبحانه وتعالى وحر بأس مجهين عقليا حتى عدي الله فيه إعادة أيها سهلا سيدا مرسى سيدا رونا هدن إلهي فسينقلون ويقمدن دونا نوض إلهي إليك حقاق أيه يقمدن دونا تؤوسوا متحوظا فسيون قدونا ويقن لدونا نوض إلهي معنى يحرقون ويقن بخاجد دونا وإليك حقاق تؤوسوا متحوظا ماذا حقيقي اللولايان أيضا مركز لك حجوها يا رمتان
ويقولون وحينا كو قول الدوانان او الاله ايقو جيسايا متى قورنو هو بحث لاسو اهاد وقورنا بحث سيدي محمد قل وحا اترى او الاله عسى اوه مدنهي ان يكون انو هذا قريبا مثلو عسى دو حوالي قرآن كي حديثة حقيقة وي عسى اوه مدنهي وحقيقة ان يكون انو هذا بحث قريبا مثلو هذا يوم مالين ايو مليها انو قريبها يدعوكم الا اذين يرايو ووحا ويا قبولها اللي اذين كذنها دينا على لسان اسرافيل ويا ملق اسرافيل الى لسان كيسان اللي اذين كونها دينا مركا اله يدور سبحان يوم ذان وحا ويا وحي ظرف اصحي قريبا تاسوي يوم مالين ايو قريبها عذابك يدعوكم الا اذين يرايو ملق اسرافيل عرب كيسان اللي اذين يرايو وفتستجيبون أجيبيسين دعوديسا قبولها أجيبيسان فتستجيبون أجيبيسين بحمده ملتبسين حالاتين وقبهم بحمده حمده أما توحوية بحمده بأمره وأمر كيسا أدين فوقبه هنوي ومركز بحمده الناس لقد يقول مركز أمر لقد يقول بعضنا وحينا قول إيسا سببيه أديك الحمد جنوان لول ديترا فتستجيبون واد أجيبيسان بحمده ويه بسابع حمده أي بسابع أمري أمر كيسة سبب كيسة يسكو أجيبيسان تأسوا علي إلها وحاك الله نها بحمده إذن خوفوا لها معايا لوحا لورياله وحيليهين مركي اللي قبورها مركز اللي قوعه وحيليه المركز النعم وله الحمد إلهي وان أجيبينا حمد يا رأسونا فمرك لقى خبره يا عن جميع الخلق وهي مؤمن فوضى يا كافر فوضى وهي مؤمنين في إلهي وهي كحب جنايان وانا شكر على مؤلاهم من النعم وهي إلهي سيون من عائي كشكرنا يان كفارتنا إلهي وهي كحب جنايان ليلي أيقو هرجة كقبا ليلي إن وحوهي حب جاس أو أنفعه من أنفع يا ليلي علماء قارنه حيلا ذين ما يحب جان وحو خاص فيها مؤمنين إلهي غير سبحانه وتعالى وتظنون واحد من ليلتين او بإله قبورها مرك ليلين تصابحية وعلى لك دعوة يا كفارتي وتظنون واحد من ليلتين إلا بستو ما لبستو من إلان نجان أو أجميل كل نجانة إلا قليلا وحي رمويه وتظنون واحد من ليلتين إلا بستو ما لبستو من إلان نجانة إلا قليلا وحي رمويه ومرك ليلين تصابحية وحي إذن لم نقون إيسا وحير إنا النجاتين ولهو لما ترونه وهذا أركي سيس الدلود وقل وحاوتي لهو بعدنا إلهي بعبادية دون من كيغ مؤمنين صح يقولوها أو قولانه كفارك الله تيسي هي أيضا أحسن وناسا وقل وحاوتي لهو بعدنا إلهي سيسك محمد كهو لعبادية دون من كيغ مؤمنين صح هذا مركزي وحال محدوفة مقول قولك وإياه محدوف وقل وحاوتي لهو بإلهي لعبادية دون من كيغ مؤمنين صح قولوا للكفار وي الكلمة صلى فيه أحسن ساساكو قدرين قال رؤونها كلمة الأولى يقولوا مركاسي ويقول قوليان الله في الكلمة سوي كلمة أيضا قوليان كفارتا الله في كلمة سوي هي أيضا أحسن وناسا والله على جودة قال رؤيان مركاسي وقت الغوء أكتيني حالي لدعوة مركا الوير وحال غباء شيء مركاسي دمرنا ولجنا الوير فإن ذلك داع إلى الشر وي هذه وقت الغوء أكتيني شر بيويري فارسا مثلا بإن لو إله دوي إنكم من أهل النار ومن الأسقياء وغير ذلك أهل النار باسين فقيال باسين هدي لو إله دو وهو يعرنت وفكي فغانا حتى إذك الصعود دعوة له هو يرايو هدي لذت فيه نفكه وهو يواسيب باد وبيان وانا سيق على السنانا مركا أسلوبك الدعوة وهو إن ضبك السلسية عن نبي عليه الصلاة والسلام واسي الله داي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة الى الله سبحانه وتعالى مرسى وحال الربا مرنا الرسول كان وعونا عليه السلام يسروا ولا تعصروا وبسروا ولا تنصروا ذاتك وحاوية اشتهل اموسة انا قلت لينا قب الشارعية انا بدي جنع يودا رسول عليه السلام مرسى الدعوة اياه وحيثاي دعوة وحيثاي لسانتاي لمهن هي اترتيبين يقول لسانتاي فلا السنة وحاوية
dad wax lagu fahamsii maayo. markaasuu dha ilaahay ina shaydaana shaydaanku yanzaqu waa fasahaadinayaa baynahum dhexdooda ayuu fasahaadinayaa mushrikiinta iyo mu'miniinta dhexdooda shaydaanku waa fasahaadinayaa ura ilaahay. marka waxaa la rabaa in si markaasi waxa weeye tartiiba oo naxariisa in markaasi waxa weeye loogu yeero weeye oo loo naseexeeyo maxaa yeelaa qawsa qallafsanu naftu waa ka cararsaa shaydaankuna wuxuu doonaya taas weeye. qofku marka haddaad si qallafsan u hadasho ow sii fogaado shaydaan sidoo rabo saas weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina shaydaana shaydaanku yanzaqu waa fasahaadinayaa baynahum mu'miniinta iyo mushrikiinta dhexdooda u fasahaadinaya. ina shaydaana shaydaanku yowdha ilaahay kaana waxa uu ahaada lilinsaani insaanka caduwan cadow ayuu u ahaaday mubiinan oy cadownimadiisa ay caddahay. ina shaydaana shaydaanku yowdha ilaahay kaana waxa uu ahaada lilinsaani insaanka caduwan cadow ayuu ahaada mubiin oy cadownimadiisa ay caddahay bayuna cadaawati weeye. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kelimo xasana ha ugu qowlaana kufaarta. kelimada xasanada hadda ilaahay noo sheegaya waxa weeye kelimada xasanada in sidaan la yidhaahdo rabbukum rabbigiinu kufaaray aclamu bikum waa idin ogyahay oo caalimu idinku yahay. rabbigiinu waa idin ogyahay, rabbukum rabbigiinu aclamu bikum allay idinku cilmina weeye. in yashaa haddaw doonane yarxamkum waa idiin naxariisanaya, ilaahay caalim buu idinku yahay, haddaw doono waa idiin naxariisanaya oo ilaahay tawba ayuu idinku duwayaa iyo markaasi iimaan naxariista ilaahayna markaasay imaanaysaa. oo ambasta in yasha allah haddaw doono inuu idin cadaabane yucadibkum waa idin cadaabayaa oo waxa uu noqonayaa cadaabkaasu inaad ku dhimataan gaalnimo. maxaa yeele qofku gaalnimo ku dhinta cadaab uusa weligiis ka bixin ayuu ku jirayaa. oo ambasta in yasha allah haddaw doono yucadibkum waa idin cadaabayaa. wamaa arsalnaaka kuma anaan dirnowdha ilaahay subxaanahu watacaala caliyin korkooda kufaarta wakiilan wakiilnimo kuguma dira adoo wakiilka ah oo iimaanka aad ku idbaati. laakiin waxa weeyaa la yidhi nabigeena calayhi salatu wasalaam intaan jihaadka la farin, jihaadka markii la faray nabiga calayhi salatu wasalaam iimaanka waa ku idbaarayaa. suuraddaasiya waataan soo marayna inay suurad makii ay tahay oo markaasi waxa weeye aan jihaad nabiga lagu farin calayhi salaatu wasalaam. waxaana lagu nasakhay aayaddan yaa ayuha nabiyu jaahidu lkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin calayhim korkooda wakiilan wakiil adigoosa. warabbuka rabbigaagu yowdha ilaahay sayidka maxamed kahow aclamu alii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman duul fi samaawaati samaawaatka dhexdooda ahaaday iyo wal ardi ardada kan ahaaday ilaahay caalim buu ku yahay. waxaana ilaahay subxaanahu watacaala ku khasisayaa wixii uu doono ayuu qof walba waxa uu doono ilaahay ku khasisayaa sida hadba markaasi dadka axwaashoodu ay tahay. warabbuka rabbigaagu yowdha ilaahay aclamu alii ogsoon weeye biman duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardada wax ku sugan malaa'igta iyo khalaa'iqdan kaleentoodaa loola jeedaa axwaashooda weeye. fayakhusu binubuwati man shaaa min khalqih wa biwalaayati wa sacaadati man shaaa minhum weeye. waxaa loola jeedaa haa la yidhi nabinimada qofkii ilaahay uu doono oo khalqigiisa kamid a ayaa alla ku gooni yoolaya wilaayada iyo maaragtay yaa liibaantani qofkuu doona ilaahay ku khasisayaa. aayadahan marka waxa weeye rabbi ayaa ugu sugan baa layihi mushrikiinta, maxaa yeele waxay baciisadeen oy waxaan suurtagelayn ay ka dhigeen nabinimada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhaahdeen aa layihi kayfa yakuunu yatiimu abii daalib nabiyan wa kayfa yakuunu lcuraatu ljuucu asxaabu. waxay yidhaahdeen see u noqonayaa yatiimka agoonkii abii daalib sow ku noqon kara, ahay yidhahdeen nabi dadkii waxa weeye aragta badnaay oo gaajada badnaay sisay asxaabiis ku noqonayaan. hadda waxaa la yidhi cibaaradatan sidaana ma banaanaa la yidhi nabiga in lagu idlaaqaa la yidhi ilaa maqaamu lxisaayo idoo laga xisaayoha in la yidhahdo mooye sidaan oo kaleentood oo gaalada waxay yidhahdeen saas in la yidhahdo maahe sidaa saa marka la leeyahy. saas daraaddeeda maalikiyada qaar ka mida xataa waxay sidyoodeen qofki warkaas yidhaahda in la dilaayo weeye oo maqaamu naqiib ku dhaha asagoo nabiga calayhi salatu wasalaam maqaamkiisa ku burinaayo qofku yidhaha nabiga tanqiisiya in la dilaayo qoorta laga goynaayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala arrinta saas ma aha. walaqad xaqiiqee fadalnaa waanu fadlinow dha ilaahay bacda nabiyiina nabiyaasha barkood calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadlinay.
أنبيدي إلهي والله كلا فضلي تفليل من الله سبحانه وتعالى هو مزايا هي مرتاتي وحيابة زيادة ودرجوين هو إلهي وكوخة سفي مركوض نبرسة سرعوه غفته وحيياجر ألا وذوره سبحانه وتعالى ولقد حقيقية صللنا وانو صللنا ووحضانو كلا داري سينوي بعض النبيين النبياش مركوض على بعض نبرسة سرعيان وصللنا ومدوى البوع هوية صلي لقوني أيها اللسيون مثل سرعوصان لهم في هذا النبي الله موسى وحال وفض إليه كريم نموي وإلهي واسوده وكلم الله موسى تكريما إلهي نبي موسى أيو الله وهمي نبي إبراهيم خلو نبي جينا عليه السلام إسفيها بإن تمريني هذا واحد بضن نبي واحد لسيينه نبي اللسي مجره وآتينا وانو في نور إلهي داود النبي داود زبورا كتاب تزبور ليراده أيان في نور إلهي وآتينا وحان في نور إلهي داود الداود نبي الله داود زبورا زبور أيان في نور داود وحمارة يا لجل الله أخذ ساليري يهود أيا وحيش يا سينباليري نبي أو نبي موت كدن بي إنو سنجرين كتاب كدن بي فوردن إنو سنجرين وإن أولا قصد ينبال أهنتاك نبي جانا عليه الصلاة والسلام نبي نيسي يا إنكران هي مارة يا أيولا قصد ينبالي إيو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في سوى قرآن كان ينكران مركز إلهي قول الديو هوداي وآتينا داود الزهورة أيولا إلهي نبي الله داود وحانو سيني كتاب الزهور لإلهي معايا العيوب وحي اعتراسيه نبي نمذا جبد نبي داود اعتراسيه إيو مركز زبور من الوددي فاسنا وحوية بعد موسى أيه هاد باليري وبعد موسى أيه ميد باليري زبور مركة وحوية كتاب هو نبي داود وسودجي هو كل من آية بقول إيا قمتن صورة دوت هو حوية مدى أقو ديرو إيا لأسهالي القرآن كرهو بحيثالي فنقو قابلنا إيا لأسهالي إذا جاء نسو الله مركة دمهان طوامنه وحيدة هايين بالي قرآن كصورة ده هاسو دعو إيا تحميد إيا هاينا ليري حرار كوه رمينين حرام كوه رمينا ليري فرائل كوه رمينين حدود كوه رمينين أحكام كما وهمنا له فكا أيضا وحاكوك لنبا لي إن لا إشاره أنبياء الإلهي إن لا كرفة دلوي أو فلائل النفسانية لو كرفة دلوي هي مركز الحوية علائق أمارة في جسمانية إن لو كرفة دلوي هي أخلاق مركز الحوية رحمانية إن لو كرفة دلوي أرنتنا إيسان هيني ما البرنان إيا لو سيرينين هي مركز أطباع قدك انتها عضي ان لو فيرنين حتى نبي الله داود با الله كدبو معايا لنبي داود ترفتيشو وحي هذا وحي ياسلو وحي روح تطابتاس ايه وحا ويا ملك دي ايه بغطوين اللي سيه وحبا الهي كما سوق عالين تاس بركة عزيقة ايه تفليركة وحا ويا وحا يكي معاين ديالوين كايا درجوين كاخروجة ايه اللقاء فيرين ايه ايه كوة الدنيا اللقاء فيرين معايا فإنها تكون في المؤمن والكافر محايا الدنيا درجة او مالك ايه مركز اتجاهه قال ايه مؤمن انت بواهزة واهرا مركز الهي سبحانه وتعالى بس احباب كيسة هو جعل يهي كم انا يسمعيو الدنيا كم انا يسمعيو او عدو يكوش يشير مايو ايه درجة وحا وي الوش يدايو ومزيدة او رباني يدا او وحا وي امور الاخرة ايه الوش يدايو ايه هذا نبي الهي داود واتينا داود الزبور ايون الهي مالك فراد بدنا ايه بغطيه لسيه وحد الله كما سوق هذا نبي الله سليمان وحوية نبي نمري لسيه ايه الله قوى خمي ايه هذا وحوية مالك كيس ايه وحي ادي 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 قول هاي هو ادي ايضا اللي ملك سيه وحد الله كما سوق هذا ايضا مالك الثالث ايه وحي الاغانا ايه ان دينك وحوى البعيض ايه سوين تاي كان ايه شرف بلان تايو وحي الوحي الزوب ايه ايه تاي وحي ابها ادي ايه هنا وحي اسكساس وهم احنا كفر هنا سنهين إلهي يقول سبحانه وتعالى قل وحا أسر هول إلهي مستكين ادعوا إيرا الذين قوة زعمتم على الشيغتين إن إلهي عليهم ومن دون إلهي سكبيسة إذا ملائسة إيه حزير وي إلا أن قوة سوى العابدية إيه إذا مريم وكالان طاد وي برس هذا كلام كان وحا كجرى لي وحا لا خصيصة يا عقلادة لي محايا لو حا دليل آيات قيسة دنبو أولئك الذين يدعون على سوي إلهي يقول سبحانه وتعالى قل وحا أسر مستكين
ادعوا إيه الذين كوا زعمتم أتيغتين ومن دونه إله سكريسا فلا يملكون كوا سملك المعيان كسف اللر لر كفيدتان كيسا لبك فيدتان كيسا عنكم حقين إيكفيدان إيكفيدان إيه ولا تحويلا وريجين وإنا إذن كإذن كوريجيان عدك لأي وريجيان فلا يملكون ملك المعيان كسف اللر لر كفيدتان كيسا عنكم حقين إيكفيدان ولا تحويلا وريجين ما هنما يابو لإلهي غير كنا يوريجيان ورائك قوى صوت الإلهي الذين قوى صوت يدعون أي عابو يا مشركين يتقون ويضلب ينقوى إلى ربهم هب بغض انتكاء الوصيلة وصيلة وحي إلهي كجارة أيه نتكود أيا ضلب يو لإلهي سبحانه وتعالى أقرب دو أيا ضلب يو إلهي لا عدو دو يدري كذا ويرجون وحي نفي جينيان رحمة إلهي نحريسي سيه جينيان ويخافون وحي صعب صنيان عذابه إلهي عذاب سيه كبقايا سيدا غير كوذواء وغبقايا إن حالي لو إلهي إن عذاب ربك فب هذا عذاب سيه كان وحو هذا محذورا من اللي قد تكون هذا أيوه هذا قال وحوه سبحانه وتعالى كواس والوناسا ووحوه أنبياء إلهي غار كمدع هي الملائكة إيه وحوية أوليان إلهي عابد إيان إلا هدى عزير وحوة هاي ولي وحاي إلهي يقول سبحانه وتعالى أولئك قوى صوت إلهي لكواس يغي الذين قوى صوت يدعون أي عابد إيان مشكين تقول إلهي على كبغان إيان يبتغون قوى صوت يضلب يانو إلهي إلى ربهم رب قوض إنتكا أي الوصيلة وصيلة ودران وحجة سيوية القرب بالدعوية وهي إلهي كبغان سبحانه وتعالى الله الله ما رفيا دعاء إلهي مثل قيسان وحيث في مؤطها آيات هذا المسلمين وي أولئي سدى سنة اسم إشارات متدوي ثم لذا يبتقون أيا مركز أيا وحي نقونيسا إيانسا الوعطنا خبر كي نقونيسا الذين لسنا مركز مدام دمانوال لجب الدلية اسم إشاره وي أم بوي سعط بيانا ليلي يدعونا مركز السلديدي نقونيسا الله مرك أولوه سبحانه وتعالى رائس قوى صوت إلهي الذين قوى صوت يدعون أي عابديان إلهي أولوه رائس قوى صوت إلهي الذين قوى صوت يدعون أي عابديان ويعالها كي يلميان يبتغون ويضلبان إلى ربهم صدقوا ذا حديثي الوصيلة وحي كجاران إلهي أضلبان ولحي إلهي كجاران لله الله وحي كجاران أي ثاذنيان وضعاء كبد المركز أيه مدكو ذا أيها ضلباية أيه مدكو ذا ضلباية إلهي أقرب دو وإلهي سبحانه وتعالى أدو أيها وحور هذين يا وصيرة أيها هذين يا وحو إلهي سبحانه وتعالى أدو هذا أيها هذين يا وي أيهم أقرب وي فكيف بغير مكة غير في سيئة هانيا عبدنا الله وحور سبحانه وتعالى ويرجون وحي في جينا رحمة إلهي نحريسي في جينا نحريف تعالى أيه جينا يا ويخافون وحين كعب سنة يا عذابه إلهي عذاب في سنة ويسبقها يا عذاب تعالى نوي كعب سنة وي. ويخافون عذابه إلهي عذاب في سنة ويسبقها يا كبيرهم وي سيدا قيس ودع عذاب تعالى وغبقه فكيف تدعونه مكة عليها سيد مركة هذو أبو ديسين أود إلهي الأول يرميسين مرك إلهي يقول عذابك الله يسبق آيان محايا يرون إلهي إن عذاب هبك صدق هذا عذاب كيسو كان هو هذا محذورا نور إلهي مثل قد السنة مثل قبق أوهي معنى هو حوية وحا حقيقة هوية إن لقبق أوهي وأحد والبع إلهي عذاب كيسو إنه طبقه وفي حقيقة لدون أيوه اتكسوا إلهي أدوم كيسو عذابك الله يسبق إيسان وإن من قرية نور إلهي ما من قرية قرية ما إيسانهان قرية هذا مركل ليها أهل كيريا لولجيدا هي أهل هذا الجمادات كاهو وعوية وحبا ما رسي عيادة لقدوني مايو وإن من قرية ما من قرية قرية ما إيسانهان بوضة إلهي إلا عوية هاتي نحن أنه مهلكوها ونهلاذينا قبل يوم القيامة قيامة يوم كيرا كورا نهلاذينا ومضع يانكوها لاذينا او امتا معذبوها هو عذاب ايان هاي عذابا عذاب عذاب كاسو شديدا او درس الا وحور سبحانه وتعالى
وإن من قرية ما من قرية قرية ما إسنهاني وحالا قوضا ما إصوي مركز أيها الولد كذا أو مركز تضع قريضا مركز لسلماما أهل كيد ذا الولد كذا تنروس وشينا وإن من قرية ما من قرية قريضا سمد عاها آتي إلي أبي عبي أما مد إلي عاشتها آتي إلا نحن نولف هنا معناه وحوية في ضايعة هدوية أو معذب هنا واسعة في هذا هدوية معناه هنا وحوية أحد تستوى حوية واسقاية قبل يوم القيامة قيامة يوم كي يكون وإلهي وحوله كل من عليها فان الموت إلهي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لكن فرهان الدون كان لقب أبائه أياء الثلاثة وإلي توك الثلاثين قف حوية واسقى منايا ليتع حسنه ولم كل منايا وناسه من مواد منايا ليت سوء ليتحن أيو كل منايا هو قال نما أيو مناسق نما أيو أيو كل منايا سوى معسق لحجار إلا أيونا إلهي سبحانه وتعالى أي قرية هاتي نحن أنه مولكوها كوه لا جايانا قبل يوم القيامة قيامة يوم كيدا كهروا إلهي ومود أيان كوه لا جينا هو أمرت أيونا إلهي مؤذبوها كوه عذابا يا أيان هاي عذابا عذابوا إلهي عذاب سيكون شديدا وضرا أما هو حوية عذاب شديد هنا عذاب إنه قبل يغير في تنفلينا وكان ذلك ساسنا وهو هذا في الكتاب كتاب في الله المحفوظ هاي مصورة من المستمرين عندما سنة الله المحفوظ يقول على هو لقد جيس إياه إياه ساسوه دراسة طيب فارك عشر كين انت سوك إجي هاي إلا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.